لا هي الكعبة مسوين خطة الكلب. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. دخيل الكعبة. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ تلقى عم يخرج من تحت الأرض. هاي شنو هاي؟ أكفر كفر هسه. قل لي ليش تكفر؟ بفيديو اليوم راح تشوفوا أقوى حظ على وجه الأرض حرفيا، وقسم بالله العظيم إنه مو اتفاق وإنما هذا حظ. شوفوا شباب، أنا هلا داخل بسيرفر ستاندر مود 14 يوم. أول ما دخلت السيرفر كتبت بالشات عم بلعب حاليا داخل مع التيم تبع المتابعين تبعي، يعني داخل معكم بالفريق. والتيم اللي أنا بدخله كمان يا شباب بده يحط بباله إنه يتفجر بيته من أول ساعة. شوفوا هذا الحظ، شوفوا يعني. تفضل أستاذ حسين، المعنى الحقيقي من إنه يجيك الحظ لقدام باب بيتك، وقسم بالله العظيم مو اتفاق يا شباب. شفتوا شلون سحلته؟ يا الله على الحظ. بعد ما قتلت صاحب الاس ام جي سمعت اصوات من الشارع عم تجي، لانه سمعوا صوت الطلق. في ناس هذيك قاعدين عم يسحلوا بأصدقائي. Follow me. Follow me. حرامات، بعد كل هذا التعب طلع لوت الوحش زبالة. طبعا هون انا عم بكتب للشباب انه يعطوني سلاح، فوالله صراحة يعني انتو ما عم تقصروا، المتابعين تبعي اساطير. اعطوني شوت جان ومسدس وزبطوا لي الوضع مثل ما عم تشوفوا. حاليا بدي اخذ البطاقة الزرقاء يا شباب، وبدي احاول اروح على التلج. عرفتوا شلون؟ هنيك في بطاقة زرقاء المفروض بالتلج، ومثل ما انكم شايفين يا شباب واصل لنص التلج.
قل له في ناس رح حاول أقتله هذا أبو الأوزي والله، إن شاء الله يطلع لي معه، إن شاء الله ما يكون كتير قوي. شباب راح احاول استدرجه، انا راح احاول استدرجه هيك اتقرب منه، لانه عندي شوت جان، اذا هو من بعيد يضربني راح يقتلني. اكلنا خرا. ايش رد؟ لا الكعبي واحد تاني. شباب دمي خرا، لازم اعبي، لازم هلا ابتعد شوي واعبي دمي. لا هي الكعبة لساته وراي. أكلنا كنادر. تعرفوا شو شباب؟ إذا هذا هلا ينزل أنا جيجي، أنا راح أموت بثانية. شكله هذا حالف بده يقتلني. ولك حل عني. طبعا شباب هذا صار له ساعة وراي، هذا قافل علي. لكني وصلت على البيت ولساته وراي. يا بوي، شايفين شباب؟ لما بحكي لكم الرزق بيركض وراي لقدام باب بيتي، ما مصدقين ما مصدقين حرفيا. انا وقاعد بالبيت عم بحكي للشباب يلا استعجلوا بدنا نصور فيديو حلو، يجوني هدول مشان يخربوا علي. وات هدول من وين اجوني يا اخي؟ يا الله فجأة امة الله كلها اجت. لك الخريطة كلها اجتمعت هون. صوت الاحصنة شنو هاد؟ وات هيك؟ طبعا انا صار لي ساعة مستنى الشباب، احكي لهم تعالوا نروح على المطار نفتح بطايق، يا اخي ما عم يجون. اخر شي هون قررت اروح لحالي. طبعا شباب الاشخاص اللي يدخلوني معهم بالتيم بشرفكم، يعني شباب استعجلوا لانه انا عم بصور فيديو. ها الاشخاص المستقبليين اذا انتوا شفتوني بالسيرفرات ودخلت معكم بالتيم، يعني زبطوني باللوت واستعجلوا، كونوا سند لالي.
انا وعلى طريقي على المطار، ومثل ما شايفين بنص الشاشة الدروب نزل بالهاربور. رغما عن ذلك قلت بالاول بروح بفتح البطايق وبعدين على الدروب، بس الصدمة انه ضايفين هذا الوحش القديم. شوفوا هذا اللي وراي مرجعينه للعبة، والله انصدمت يا شباب. هذا وحش بده تقريبا 3000-4000 طلقة هيك SMG لبين ما يموت، واخر شي بيعطيكم لوت. يعني شي حبيبي والله. طبعا واخيرا وصلنا على المطار يا شباب. بس يا اخي مو حلو انه انا لحالي. لا والله في هذا رقم اشخد، هذا رقم 2، هذا اللي لونه اصفر عم يجيني، واحد من اصدقائي عم يجيني بسرعة كمان. انا يا شباب هذا التحديث الجديد ما عاد اعرف وين مكان البطايق. الله وكيلكم، هاي اول مرة راح اروح للمطار وافتح البطايق، صادقين؟ صديقي جاييني بسرعة، ليش حاس انه في شي؟ والله عرفت في شي، بس يجوني ما بيجي معهم الخير. البطاقة الحمراء بتبين عندي هون بالخريطة، معقولة هون فوق يا شباب؟ الله وكيلكم ما بعرف التحديث الجديد، ما بعرف وين مكان البطاقة. معقولة هون؟ نصعد من هون شي؟ لا عمة، تعرفوا شو، خليني اروح ورا صديقي احسن شي، احسن ما اموت لي او اقلتش لي بشي زاوية من هادول. خليني ألحق على الدروب اللي بالهاربور بسرعة يا شباب. على فكرة في ناس على 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 ايدنا اليمين او قدامي هيك. خليني اعطي سلاح لصديقي، انا ما بعرف اذا عنده سلاح اصلا، بس بالحالتين كبيت له شوتجن وهدول الطلق. وات انا كيف متت شباب؟ وات لك انا كيف متت؟ والله مستحيل، ماكو هيجي شي. نوك فينش، يا هذا هكر يا هذا نزل من الحصان يا ما بعرف من وين طلع.
يا اخي شو بدك من سماي انت كمان؟ يعني بالحالتين بدي اموت، يعني تفضل تفضل اقتلني. انا ونايم ما تعرف تقتل يا زلمة، حل عن حياتي اقتلني. اسمه عبوت، اسمه شو؟ عبدو عبوت شو كان؟ اسمه عب عبدو، اسمه عبدو. يول عبدو يول، احتمال هلا تطلع باليوتيوب يول. معقولة ما بيعرفني يا شباب؟ بحسه بيعرفني بس عن قصد عم يقتلني مشان يقول انا قتلت علي جيمينج اليوتيوبرز. واخيرا الشباب عطوني سرير، بس والله اساطير منيح انه جايبين اللوت تبعي. كفو 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 ها. يلا شباب يلا يلا على دروب على دروب بسرعة قبل ما ياخذوه. لك يلي بده يتحدى هي الأخرى. على فكرة كان في واحد على اليسار ها، ما بعرف اذا شفتوه ولا لا، من ناحية البحر. انا بحس اللي اخذ الدروب نط بالمي او خبى حاله بشي مكان. يا سيدي لازم ادور عليه مكان مكان، ان شاء الله الاقيه. مو بهذا الصندوق كمان، معقولة هذا بالبحر؟ وين راح هذا ابو الدروب؟ احتمال بالنص كمان. ترى مو عبالكم لسه ما في ناس، ها لسه هون بالهاربور مليان ناس، بس كلهم مخبيين حالهم شباب صدقوني. ما تقولوا انه انا هلا جاي هون اضيع وقتي، لا لا انا بعرف هدول بيخبوا حالهم جماعة اللي بيسرقوا الدروب. لا الكعبة اصدقائي انسحلوا. يلا 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 ان شاء الله الحق عليهم ما ياخذوا لوت اصدقائي. ونعم يا شباب مثل ما شفتوا في بداية الفيديو، هذا الشخص اللي تحت الارض هو هكر سحل اصدقائي وهلا بده يسحلني كمان، بس الحمد لله انه اخذت البسكليتي وهربت منه. خلوني اروح لبعيد واعبي دمي لانه دمي طلقة واحدة، واحد يضربني طلقة سيم جي راح اموت. الحلو بالموضوع انه الهكر كان معه شوتجان، اذا هذا معه سيم جي هلا بيطيرني من على البسكليتي. بس ليش انا حاس انه هذا حاطط عينه علي يا اخي؟ هذا بيدور على شيء اس ام جي او فاماس، بيدور على سلاح رشاش مشان يسحل السيرفر. طبعا شباب هذا هو كل اللوت اللي معي، وحاليا عبيت دمي تقريبا. اجانا واحد في صوت، هاي شنو هاي؟ وينه؟ لا تقول اجى الهكر وراي لهون من شان الله. والله ما عم بشوف حدا. اي والله اكلنا. لا يا الكعبة لا يا الكعبة، اجى الهكر. اسمعوا صوت رجله تحت الارض، اكلنا استغفر الله اكثر كفرية يا سي. طبعا يا شباب حاليا رسبنت ببيت المتابع الثاني تبعي، اخذت منه شوتجان. المسكين ما كان عنده شيء غير الشوتجانات والمسدسات. طبعا انا ما بعطي لوت هاي الجماعه لهاي الجماعه، يعني انا مجرد
عم بلعب معك ومع التيم الثاني ومع التيم اللي غيره. انا زلمه الثقه مليون بالميه قسم بالله، حتى مسدس ما عم بعطي من فريق للفريق الثاني، وبحاول قدر الامكان انه اخلي العرب يضلوا مع بعض اصدقاء ونلعب مع بعض. بالعكس انا بس يكون في عندي متابعين بالسيرفر بصير معهم تيم، والتيم الثاني كمان بخليهم اثنيناتهم يصيروا اصدقاء، واخر شي بيصيروا تحالف. حاليا يا شباب رايح باتجاه هذيك المدينة، هو في واحد على ايدنا اليمين. يب يب يا شباب، مثل ما شفتوا هذول جماعة خطة الكلب بداية الفيديو. ايه والله هنن صراحة ما توقعت انه هذا بيتهم يكون مسوين خطة فيه، بس على كل هنن كمان سحلونا. المهم يا شباب ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، انا صراحة كرهت بعد ما شفت الهكرات بالسيرفر يا شباب كرهت اللعبة، ويعني صار بدي اطلع والله. خبرت الشباب يا شباب انا ارتفع الضغط عندي، راح اروح اشحن تليفوني واطلع، بس ما بعرف اذا رجعت للسيرفر راح اصور لكم فيديو تاني. واللي اهم من هيك يا شباب، اذا انت اول مرة بتشاهد قناتي وما مشترك بقناتي، تعال تفضل اشترك وحط لي لايك، لانه انا مو من النوع اللي بينشر كثير فيديوهات مشان انشر لكم فيديوهات، رغم انه انا علي دراسة علي اشغال بالحياة الحقيقية، مهمات لازم اسويها بحياتي الحقيقية وانجزها، عم بجي بصور لكم باللعبة مشان اونسكم واخليكم يعني تستمتعوا معي شوي. اكتر من هيك ما بدي احكي شيء، بترككم بامان الله واشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.